بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الكتاب 33، كتاب الجهاد والسير. والجهاد عند المسلمين جهادان، جهاد في الله وجهاد في سبيل الله. والجهاد في الله فرض عين على كل مسلم، وهو جهاد النفس الأمارة بالسوء حتى تصير لوامة، وجهاد النفس اللوامة حتى تصير مطمئنة، وجهاد النفس المطمئنة حتى تصير راضية، ثم تجاهد فتصير مرضية، ثم تجاهد فتصير كاملة. فجهاد النفس مطلوب لكل مسلم فرض عين، لأن هناك عوائق من الشهوات ومن الرغبات النفسية، وكذلك من وساوس الشياطين تحول بين همة العبد في سعيه إلى الوصول إلى مولاه وإلى مرضات مولاه. فلا بد أن يجاهد هذه العوائق والعلائق. وهذا الجهاد عبر عنه الله في القرآن جهاد في الله، يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. أما الجهاد في سبيل الله فهو جهاد الأعداء الذين يريدون أن يكرهوك على غير دينك، أو يكرهوا غيرك على دين معين أي دين كان، لأن الله أراد أن يكون العباد يختاروا دينهم بمحض اختيارهم، لا إكراه في الدين، في أي دين لا إكراه. فأي نظام يكره الناس على أي دين وجب على المسلم أن يقاتله على في صورة إمام المسلمين وليس في صورة أفراد المسلمين. يعني إمام المسلمين وجب عليه أن يزيل كل نظام يكره الناس على أي دين كان، ولو حتى دين الحق. فالمسلمون لا يكرهون الناس حتى على دين الإسلام، لأنه مراد الله ألا إكراه في الدين. ولذا لم يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش إلا لما أرادت أن تكرهه على أن يترك دينه إلى دين أبائه، فقاتل قريش من أجل ذلك، من أجل أنهم أرادوا أن يكرهوه ويكرهوا كل من أسلم أن يعود للكفر مرة أخرى. ولو لم تكرهه قريش وتركته يبلغ دعوة ربي ما قاتله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا كان الجهاد في سبيل الله، وسبيل الله هو مراد الله، ومراد الله لا إكراه في الدين. والسير وهي سيرة الإنسان في جهاده في سبيل الله، لا بد أن يكون ملتزما بآداب الإسلام في سيرته مع الناس ومع الخلق. فالمسلم إذا قاتل هناك آداب، لا يقتل شيخا ولا امرأة ولا طفلا ولا يحرق ولا يفسد في الأرض ولا يقاتل من تفرغ لعبادة ربه حتى ولو كان على دين باطل. فأمرنا ألا نقاتل القساوسة في كنائسهم ولا المعتذرين في صومعتهم صلى الله عليه وآله وسلم، وألا نقاتل لنا من يحمل السلاح فقط هو الذي يقاتل، فإن استسلم عملناه أحسن معاملة ووصانا على الأسير ألا نجيعه وألا نسيء معاملته، لأن ديننا دين الرحمة، دين قائم على الرحمة، رحمة للخلق أجمعين، مؤمنهم وكافرهم، حيوانهم ونباتهم وجمادهم، فهي رحمة عامة شاملة، هذا هو الدين. فننظر في هذا الكتاب إلى سيرة النبي في جهاده في سبيل الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومرحلة الجهاد في الله
كانت هي المرحلة المكية، ومرحلة الجهاد في سبيل الله كانت هي المرحلة المدنية التي بدأت بغزوة بدر وغيرها من الغزوات، ثم فتح مكة وغزوة تبوك وغير ذلك ومؤتة وغير ذلك. يبقى مر المسلمون بمرحلتين، بدأوا بالجهاد في الله، ثم لما ارتقوا في الجهاد في الله صاروا صالحين لأن يجاهدوا عدوهم الخارجي، لأن من لم ينتصر على عدوه الداخلي وهي نفسه وشيطانه لا ينتصر على عدوه الخارجي. فيجب عليك أن تنتصر على نفسك أولا قبل أن تقاتل عدوك الخارجي بعد ذلك. ولذا قال النبي في حديث وإن كان ضعيف الإسناد إلا أنه صحيح المعنى لأنه يوافق صريح القرآن، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس. الباب الأول باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 16 بعد 604,000. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون قال كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، يعني دعوة الناس قبل القتال. قال فكتب إلي إنما كان ذلك في أول الإسلام، قد أغار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بني المصطلق وهم طائفة من اليهود، وهم غارون، طائفة من اليهود العرب، وهم غارون يعني غافلون، يعني لم يسبق أن أنذرهم، وأنعامهم تسقى على الماء، يعني استغفلهم النبي صلى الله عليه وسلم وهجم عليهم وهم ايه يسقون انعامهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد من هذا حقن الدماء، لانه لو انذرهم لاعدوا الجيوش فلا يستسلموا فيقتل مقتلة عظيمة من الطرفين، والنبي كان في قتاله يحب ان يحقن الدماء فيتسبب كل سبب لحقن الدماء صلى الله عليه وآله وسلم. فاغار عليهم وهم غارون يغافلون حتى يسهل استسلامهم وينزلوا تحت حكم نبينا الذي هو أعدى للخلق ولا يظلم أحد صلى الله عليه وآله وسلم. فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ، قال يحيى أحسبه قال جويرية اللي هي أم المؤمنين من بني المصطلق أسلمت وتزوجها النبي وصارت من أمهات المؤمنين، أو قال البتة ابنة الحارث، وحدثني هذا الحديث عبد الله ابن عمر وكان في ذاك الجيش. واختلف علماء المسلمين في مذاهب هل وجب على المسلمين إذا أرادوا أن يغيروا على عدو كافر يكره الناس على الدين أن يدعوه إلى الإسلام أولا قبل الإغارة أو يغير بغير دعوة؟ ثلاثة مذاهب عند المسلمين. ذهب المالكية إلى وجود الدعوة مطلقة، إلى وجوب الدعوة مطلقة، لابد أن إيه أن إمام المسلمين يبلغهم بهذه الدعوة، دعوتنا ألا تكرهوا الناس على الدين وألا تقاتلوا أهل الدين الحق وأن تتركوا الناس على ما أراد الله منهم من حرية الاعتقاد وأن تعدلوا في الأحكام وألا تعتدوا على غيركم، فإن وافقوا فبها ونعم كويس، وإن وافقوا دخلوا تحت حكم الإسلام لا تحت دين الإسلام، يعني لا يشترط المسلمين أنهم يدخلوا في دينهم لكن يدخلوا تحت حكم الإسلام، وحكم الإسلام حكم عادل يترك الناس أحرار في اختيار دينهم ويقسم الأرزاق بينهم بالسوية ويأخذ حق المظلوم من الظالم، فده حكم الإسلام، هذه هي الدعوة. فإن أبوا قاتلهم. يبقى الإمام مالك يقول لك إيه، يجب الدعوة مطلقا يعني في أي قتال،
وفي مذهب تاني لا تجب الدعوة مطلقا وينسب الى الاحناف. واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم هنا قاتل بني المصطلق دون ان يدعوهم. واضح؟ والمذهب الراجح هو الثالث وهو اختيار الشافعية وهو مذهب الاوزاعي والثوري والليث بن سعد وسيدنا علي بن ابي طالب وكثير من الصحابة، وهو اعدل المذاهب، وهو انه تجب الدعوة لمن تبلغه الدعوة، فان بلغته الدعوة لا تجب الدعوة. فهمت؟ يعني ان كانت قد بلغتهم الدعوة يبقى لا يجب الدعوة عند قتالهم لان هي بلغاهم اصلا، اما ان لم تبلغهم وجب ابلاغهم. يبقى المذهب الثالث جمع بين المذهبين، قال تجب الدعوة زي الملكية قالوا تجب الدعوة، بس الملكية قالوا مطلقا لمن بلغته الدعوة ولم تبلغه الدعوة. الشافعي قالوا لا، تجب الدعوة لمن لم تبلغه الدعوة فقط. والمذهب الثاني قال لا تجب الدعوة مطلقا، فالشافعية قالوا لا تجب الدعوة لمن بلغته الدعوة. أما وقتال بني المصطلق كانوا يهود وبلغتهم الدعوة وكانوا يعلمون علامات النبي في توراتهم وأنكروا ذلك، ولذا لا يحتاج النبي لأن يبلغهم دعوة هم يعلمونها. واضح الكلام؟ وعن أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون بهذا الإسناد مثله، وقال جويرية بنت الحارث ولم يشك. باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها. يبقى حرب المسلمين لها آداب لابد أن يراعيها المسلم ولا يراعيها غير المسلمين على فكرة في أي حرب على مدى التاريخ. هذه الآداب خاصة بالمسلمين. لماذا؟ لأنه لا يقاتلون من أجل دنيا ولا من أجل ملك ولا من أجل سيطرة ولا قهر العباد، ولذا لهم آداب. أما معظم القتال من غير المسلمين كان من أجل سيطرة مذهب معين أو دين معين أو جنس معين أو حكومة معينة أو قائد معين، مهم السيطرة وخلاص. والمسلم لا يحب ذلك لأن دينه يمنعه من ذلك. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان قال أملاه علينا إملاء حاء قال وحدثني عبد الله بن هاشم واللفظ له قال حدثني عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، سموها سرية ليه؟ عشان تسير ليلا فتغير على الأعداء ليلا، ومن سار ليلا يبقى أسرى أو سرى فسموها سرية من أجله. والسرية هي قطعة من الجيش تخرج لأداء مهمة ثم تعود إلى الجيش، ده تعريف السرية، قطعة من الجيش تخرج لأداء مهمة ثم تعود مرة أخرى إلى الجيش. إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله، يبقى لابد أن الإنسان يبقى صالح بينه وبين ربه أصلا، لأن الله لا يصلح عمل المفسدين، فإن كان مفسد الله لا يصلح عمله، أما إن كان صالحا في نفسه ربنا يوفقه إلى الصلاح. فيبقى لابد أن يتقي الله في خاصة نفسه، يكون عبد صالح في عبادته مع مولاه. أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. وكمان الجند نفسهم لازم يبقوا ايه؟ صالحين، مصلين، ذاكرين لله، متوكلين على الله، معتصمين بالله، واثقين في الله. وعشان كده حتى في جيوش المسلمين تلاقي يبقى في تملي، يبقى في ائمه ايه خطباء يعلموهم، يسموها ايه التوعيه الدينيه، لابد من هذا عشان يعلموهم احكام الدين، كيف يتيمم اذا تعرض في مكان لا يوجد فيه ماء، وكيف يصلي صلاة الخوف، وكيف يقصد الصلاة، وكيف يجمعها، وكيف يحسن نيته، وكيف يتأدب بأدب الحرب وغير ذلك. أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين، يعني الجند، سائر الجند بقى، خيرا
ثم قال اغزوا باسم الله في سبيل الله، لا باسم العصبية ولا الجنسية ولا باسم القهر ولا باسم الغلبة، لا باسم الله. والله تعرف إلينا بالرحمن الرحيم، يبقى حتى المسلمين حال غزوهم يمتازون بالرحمة. اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا. يبقى قاتلوا من كفر بالله، اي وكان اراد ان يعتدي عليكم او اعتدى بالفعل. يبقى ليس القتال مطلق الكافر، الكافر المعتدي، لان الله سبحانه وتعالى يقول ايه، وقاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. يبقى مقيدة، يبقى الامر هنا مقيد، فلا تقاتل الكافر الا المعتدي، اما اعتدى بالفعل او يستعد للاعتداء عليه، يبقى في الحالة دي تقاتله. لان احيانا القتال يكون دفاع واحيانا يكون درء لهجوم. يبقى قاتلوا من كفر بالله ليس مطلق الكفر، اي من كفر بالله واعتدى عليكم او اراد ان يعتدي عليكم، اللي قيدها ايه؟ الآية، الآية القرآنية، وقاتلوا في سبيل الله الذين ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. اغزوا ولا تغلوا، تغلوا يعني ايه؟ يعني لا تخونوا في الغنائم، يعني ياخد غنيمة كده من ورا الامام ويحطها في جيبه من ورا الامام، ده اسمه ايه؟ الغلول. فالغلول والخيانة في الغنيمة. ولا تغلوا ولا تغدروا، يعني ولا تغدروا يعني لا يكن بينكم وبين احد عهد ولا توفوا له بعهد. فالغدر هو عدم الوفاء بالعهد، والله سبحانه وتعالى يقول واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. يبقى الغدر هو عدم الوفاء بالعهود والعقود والمعاهدات. واحنا دلوقتي نقول ايه؟ في معاهدات دوليه وفي ايه؟ وفي عقود دوليه، لابد اننا نوفي بها، اوفوا بالعقود واوفوا بالعهد. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا والده. والتمثيل انك انت بعد ما يموت الانسان تقوم ايه؟ تقطع اطرافه او تشوه جثته او ترمي على جثته ماء نار، زي ما كنا بنسمع في الفترة اللي فاتت الحاجات اللي بيعملوها دي، بيعملوها في المسلمين، فما بالك احنا ما نعملهاش في الكافر وهم يعملوها في المسلمين. ليه؟ بسبب الجهل، لم يتعلموا هذا الدين وأرادوا أن ينصروا دينهم لا يعلموه، فنصروا بطريقة غريبة الشكل، أبعد ما تكون عن هذا الدين. قبل أن تنصر دينك لابد أن تتعلم دينك. ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، يعني طفل صبي. وإذا لقيت عدوك، والآن احنا بنشوف بعض الجماعات الجهادية يتترسوا بالأطفال، يتترس بالاطفال علشان يحمي نفسه، ويتترس بالنساء ويحمي نفسه. شيء عجيب. هل النبي فعل ذلك؟ هل الصحابه فعلوا ذلك ويدعون انهم مجاهدون؟ اي جهاد هذا؟ جهاد في سبيل الشيطان. ولا تقتلوا وليدا، واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال، يعني خيرهم من ثلاث حاجات أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوا فاقبل منهم. والإسلام معناه هنا مش الدين، معناه الاستسلام لحكم الإسلام. ادعوهم إلى الإسلام يعني أن يستسلموا لحكم الإسلام، وحكم الإسلام إيه؟ لا إكراه في الدين ولا ظلم بين العباد، آدي حكم الإسلام. لان محدش هيغير دينه في لحظه، خد بالك. مش يقول له كده يا تخش في الاسلام يقول لك اشهد ان محمد. الناس متصوره الحكايه كانت ابدا مش كده. يدعو للاسلام يعني الاستسلام لحكم الشرع، وحكم الشرع لا يظلم احد. فهمت بقى ازاي؟ ويرفع الاكراه لاي دين. عشان كده لما دخل الاسلام في مصر في عصر الصحابه، بعد 100 سنه من دخول الاسلام في عصر الصحابه في مصر، بعد 100 سنة كان نسبة المسلمين في مصر للسكان 5%. بعد 100 سنة مفيش إكراه. هم قبلوا حكم الإسلام وكل واحد فضل على دينه.
بعد 100 سنه الاولانيه 5%، 100 سنه الاسلام يحكم مصر والمسلمين عددهم ايه؟ 5%، وبعد 200 سنه عدد المسلمين قد ايه؟ 15%، وبعد مش عارف لحد ما وصل دلوقتي، شوف بعد 1400 سنه عدد المسلمين في مصر قد ايه؟ حوالي مثلا 92%، يعني ما وصلش برضه 100%، لان لا اكراه في الدين. كل ده اكبر دليل على انه لا اكراه في الدين. اللي يقول لك الاسلام انتشر بالسيف، انتشر بالسيف اي سيف. ده اكتر بلاد مسلمين كثافه لم يدخل لها سيف اصلا، زي اندونيسيا وزي ماليزيا وزي جنوب شرق اسيا وزي الهند والصين. ده الصين لوحدها فيها حوالي 400 مليون مسلم، اكتر من كل مسلمي العرب من الصين بس. وشوف انت في الهند قد ايه، حوالي 400 مليون مسلم برضه في الهند. العرب كلهم ما يجوش 400 مليون، كل العرب بما فيهم مصر، اللي يقول لك مصر دي زحمه ومليانه. فيعني الاسلام في الحقيقه فريه، ان الاسلام انتشر بالسيف دي فريه وتهمه الاسلام بريء منها، ولكن هم ارادوا ان هم يعني ينسبوا الينا العيب منهم. هم مسيحياتهم انتشرت في اوروبا بالسيف، واحنا لم ينتشر الاسلام بالاكراه ابدا. فادعوهم الى ثلاث خصال او خلال، فايتهن ما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم الى الاسلام فان اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين. يعني اللي يسلم منه اسلام دخل في الدين، يبقى ايه ده؟ حكم خاص بايام النبي، يروح دار الهجره عند النبي عشان ينصر اخوانه. يبقى ده كان حكم خاص ايام النبي متعلق بالعصر النبوي الشريف قبل فتح مكة كمان. وكف عنهم، ثم ادعوهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين، واخبرهم انهم ان فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فان ابوا ان يتحولوا منها، يعني اسلموا وقالوا هنقعد في بلادنا مش هنروح نهاجر للمدينة، اذا اختاروا كده فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، لأنه مش هيجاهدوا، لكن يجري عليهم أحكام المسلمين، تؤخذ الصدقات من أغنيائهم وترد في فقرائهم، وأنهم إذا طلبوا النصر ننصرهم، وإذا طلبوا المعونة نعاونهم، لكن لما يحصل حرب ويغنم المسلمون لا يأخذون لأنهم لم يقاتلوا ولم يشاركوا فيه، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. والغنيمة هو ما أخذ من الكفار عنوة أي بالقوة، والفيء ما أخذ من الكفار استسلاما بغير قتال، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية. الجزية ضريبة يدفعها الكافر مقابل أن يدافع عنه، مقابل أمان. يعني أنت الوقت ساعات بتدفع رسوم إقامة، رسوم الإقامة دي علشان تاخد حقك في إيه؟ في الإقامة في دولة معينة، فترعاك صحيا وتحميك بدنيا وماليا، مش كده برضه؟ اسمها رسوم إقامة، رسوم إيه؟ أمان وأمن. سموها أيام النبي جزية، واخد بالك؟ ادي آية. فالجزية رسوم يدفعها الانسان حتى يأمن على ماله وعلى نفسه ويجد من يدافع عنه اذا اعتدي عليه. وكان الجزية تقريبا اختلف فيها العلماء، يعني الامام مالك قال لك الجزية تبقى حوالي دينار في السنة للغني وللفقير. دينار يعني حوالي كام دلوقتي؟ حوالي 1500 جنيه في السنة تقريبا. هو الدينار 4 جرام ذهب وربع، عيار 21. فلو قلنا عيار الذهب دلوقتي 21 ب 250 جنيه ولا حاجه، تحسبها هتلاقيها في الاخر حوالي ايه؟ 1000 جنيه وشويه في السنه، وممكن تقسط وتسقط عن الفقير وتسقط عن الضعيف وتسقط عن ذي العاهه. كل دي ادي الجزيه ببساطه. فتصور انت لو عرض على مسيحيين مصر انك انت تدفع 1000 جنيه في السنه وما تخشش الجيش، هيدفعوا ويفرح قوي. ده هم بيدفعوا رشاوي عشان ما يخشوش الجيش، مش ده اللي بيحصل؟
فهي الجزية اساسا معمولة علشان ان هو يعيش في امان ويجد من يدافع عنه، فبيدفع هذه الرسوم مقابل حماية. فهمت بقى؟ ادي الجزية، وليس اذلال للخلق، فالمسلمون لا ليسوا متشوفون الى اذلال الخلق اصلا. فانهم ابوا فسلهم الجزية. فالجزية دي كلها بتتجمع وتدخل بيت مال المسلمين، يجيش بها الجيوش اللي تدافع عن غير المسلمين في بلاد المسلمين اللي بيدفعوها، يعني هتعود عليهم في صورة خدمة. فهمت؟ فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، يعني عهد الله وعهد نبيه، فالذمة هنا هي العهد، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، يعني اجعل العهد بينك وبينهم وليس بينهم وبين الله. انت مش الله، انت مش ايه، لست وكيلا عن الله ولست وكيلا عن رسول الله. فهمت ازاي؟ تجعل العهد بينك وبينهم، فإن خفروا فيبقى خفروا عهدك ولم يخفروا عهد الله، لأنك قد تخطئ في ايه، في عهد الله وحكم الله، لأن احنا بنجتهد في فهم حكم الله، فقد يفهم بعض الحكام حكم الله خطأ، فإذا نزلهم على الحكم الخطأ ويقول هذا حكم الله يبقى كده افترى على الله الكذب. فهمت بقى المسألة؟ علشان كده لا يجب ان الانسان يجعل نفسه وصيا على الناس، وان هو بيحكم بايه، بقدر الله وحكم الله. قاعدين يوزعوا الشهادة على الناس، يقول لك اللي يعمل كذا يبقى شهيد، واللي يعمل كذا يبقى كافر، واحنا قتلنا في الجنة وقتلكم في النار، وقاعدين يوزعوا، وهذا الكلام لا يقوله الا نبي يوحى اليه، وهم ليسوا بانبياء، فبيخرفوا. طالما لا يوحى الينا يبقى نجتهد، واخد بالك، ولا نجزم بشيء، نجتهد ولا نجزم بشيء. اللي يجزم لابد يبقى له اتصال بالله، اللي هو عنده الحق المطلق والعدل المطلق، انما احنا بيبقى مفهومنا للعدل قد يكون فهم خطأ في بعض المواقف، فلا نعتقد ان ده حكم الله، والا يبقى بنظلم ايه، شرع الله بسبب سوء فهمنا. فهمت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد اننا لا نكون فتنة للذين كفروا، لان لو انت حكمتهم بحكم ظالم وقلت لهم ان هذا حكم الله، صددتهم عن ايه، عن دين الله، يبقى انت بقيت فتنة للذين كفروا. فهمت؟ فكل دي اداب لازم ناخد بالنا. واذا حاصرت اهل حصن فارادوك ان تجعل لهم ذمه الله وذمه نبيه، فلا تجعل لهم ذمه الله ولا ذمه نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمه اصحابك، فانكم ان تخفروا ذممكم وذمم اصحابكم. تخفروا يعني تنقضوا العهد، تخفروا يعني تنقضوا العهد، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. ولكن وإذا حصرت أهل حصن فأرادوا أن تنزلهم على حكم الله، طب قالوا إحنا عايزين ننزل على حكم الله، قالوا الأول إحنا هننزل على ذمة الله، أقول لهم لا، على ذمتي إحنا، العهد نعمله إحنا بيننا وبينكم. طب قالوا طب احنا عايزين ننزل على حكم الله، تقول لا، تنزلوا على حكمي، لان حكم الله مطلق، عدل مطلق، وحكمي هو فهمي لمراد الله، وفهمي قد يخطئ. فهمت بقى؟ دقة مهمة، فرق بين حكم الله وبين فهم الفقيه. فهمت بقى؟ فقد يخطئ الفقيه حكم الله، واحنا امرنا بالاجتهاد، ومن اجتهد واصاب له اجران، ومن اجتهد واخطأ فله أجر. فأرادوا أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، يعني فهمك لحكم الله، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. شفت العلة؟ شفت كلام النبي واضح إزاي؟ فيه الشفاء، يعني فهمي انا هو قد يكون ليس هو دين الله في هذه المسألة، في هذا الفرع من الفروع، ولكني اذا اجتهدت
ربنا يثبني عليه، لان انا اجتهدت واردت ان انا افهم بقدر طاقتي، واخذت وسائل الاجتهاد المعلومه وبتدرس في كتب الاصول. فاهم؟ من اجتهد واصاب له اجران، واجتهد واخطا فايه فله. زي بالظبط لما تبقى مش عارف القبله فين وعليك الصلاه تعمل ايه؟ بتجتهد وتتحرى الجهاد، وبعدين تقول اه الجهه دي القبله تقريبا كده، الله اكبر، وتصلي تلاقي نفسك صليت الى غير جهه القبله. اجتهادك اخطاك لكن صلاتك صحيحه. فاهم؟ صلاتك صحيحه لانك انت امرت بالاجتهاد واجتهدت. فاهم؟ فكذلك في سائر الاحكام امرت بالاجتهاد، فقد تصيب وقد تخطئ. فارادوا ان تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، يعني ما تقولهمش هو ده حكم الله. ما تقولش كده. قل هذا فهمنا لحكم الله. هذا هو فهمنا لحكم الله. يعني لازم تحط لنفسك هامش احتمال الخطأ. لأنك مش معصوم. لكن دلوقتي كل الجماعات اللي طالعة تعتبر نفسها معصومة. هي بس اللي فاهمة، وهو حكم الله عندهم وعند غيرهم لا. دي الأزمة. لأنهم ما قروش هذه الكتب الكلام النبي اللي فيه الشفاء، يعني هم قاعدين بيدافعوا عن دين النبي ما يعرفوش لا يعرفوا النبي ولا يعرفوا دينه. فشيء عجيب. فأرادوا أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. قال عبد الرحمن هذا أو نحوه، وزاد إسحاق في آخر حديثي عن يحيى بن آدم قال فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان، قال يحيى يعني أن علقمة يقوله لابن حيان، فقال حدثني مسلم بن هيثم عن النعمان بن مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وعن أبي قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثني عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا شعبة قال حدثني علقمة بن مرثد أن سليمان بن بريدة حدثه عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بعث أميرا أو سرية دعاه فأوصاه، وساق الحديث بمعنى حديث سفيان. قال وحدثنا إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء عن الحسين بن الوليد عن شعبة بهذا. باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير. والتيسير أن تختار للناس الأيسر في احتمالات حياتهم وفي احتمالات تطبيق دينهم. فالنبي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فالتيسير أمر مقصود شرعي، والتنفير هو أن تنفر الناس وتكرههم في دين الله وتكرههم في شرع الله بسبب سوء تطبيقك لدين الله، فهذا تنفير. أو تضيق عليهم فتجعلهم لا يستطيعوا أن يستمروا على هذا الضيق فيضطروا إلى مخالفة ما أمرتهم به. وكذلك التنفير أنك تكثر من إيه؟ من الإنذار ولا ترغبهم. كل كلامك حوالين النار وعذاب القبر والشجاع الأقرع والحاجات دي كلها، ويكلمهمش أبدا على الجنة ورحمة الله وفضل الله وغفران الله وتوبة الله، ما تكلمهمش عنها. يعني تملي ما تديهمش أمل، عايز تديهم بس اليأس، ده برضو تنفير. يقول بشروا ولا تنفروا، مش كده برضو صلى الله عليه وسلم. باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. شوف كلام النبي مهم، يتكلم عربي يفهمه. لو قال بشروا ما قالش إيه ولا تنفروا. لو قال بشروا بوز بس وسكت، قال بشروا ويسروا وسكت، يبقى معناه انه لو يسر مرة واحدة ثم عسر بعد ذلك فقد التزم الامر. ولو قال يسروا وسكت معناه لو يسر مرة واحدة وعسر او بشر مرة واحدة ونفر مرات كثيرة يبقى نفذ الامر. لكن شوف هنا بيقول يسروا اي في كل الامور ولا تعسروا في اي امر.
فهمت بقى ازاي؟ يعني باستمرار يبقى ديدنك التيسير وديدنك التبشير، وليس تفعله مرة واحدة. فهمت؟ عشان كده النبي بيكلم عربي بيفهموا العربي، فيقول لهم ايه؟ بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. يعني واحد وقع في معصية وجاه، تقول له يا نهار اسود ده انت دخلت النار مالكش حل، يقوم ايه؟ تيأسه. طب ليه؟ واخد بالك؟ تقول له ربنا غفور رحيم، توب، وكلما احدثت ذنب توب الى الله وتعمل له حل، تشوف له حل، مش تقفل الدنيا قدامه. يقوم يطلع من عندك ينتحر، فحرام عليك تعمل في الناس كده. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن شعبه عن سعيد بن ابي برده عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا الى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وعن ابي قال وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو حاء قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وابن ابي خلف عن زكريا بن عدي قال اخبرنا عبيد الله عن زيد بن ابي انيسه كلاهما عن سعيد بن ابي برده عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحو حديث شعبه وليس في حديث زيد بن ابي انيسه، وتطاوعا ولا تختلفا. وعن ابي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن ابي التياح عن انس حا قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبيد الله بن سعيد حا قال وحدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبه عن ابي التياح قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ونكمل غدا إن شاء الله. اللهم خلقنا بأخلاق حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ووفقنا لذلك يا رب العالمين، نحن وذرياتنا وسائر المسلمين، بفضلك وكرمك يا رب العالمين. وشفع فينا حبيبك وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم.